الكبسة لما اريد السكر لكيته ضايع، بنجيب القرنبيط على محضر الطعام وبنطحنه. بعد ما نطحن القرنبيط بنوضع في الوعاء قليل من زيت الزيتون، وبنوضع البصل، وبنوضع الجزر والفطر والفلفل، الخضار الكمية والنوع اختياري، وبنقلبها حتى تدبل. بعد ما تدبل بنوضع القرنبيط، وبنوضع بهروس الثوم ايضا اختياري، وبنوضع توابل الكبسة، وبنوضع نصف كوب من الماء الساخن، بنتركها 5 دقائق، وبعد 5 دقائق بنسكبها. في عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.